اهلين يا عليكم السلام. سلامات، روحت المدرسة يا حبيبي؟ أوه. يلا الله يعطيك العافية، الله يعطيك ألف عافية. روح يابا يا حبيبي ارتاح، خلينا ما تحط لكم غدا، اتغدوا يا حبيبي وارتاح وادرس يا حبيبي. يلا بنفع اسألك سؤال، خير يابا؟ شوفيه وقت شهر بدك تشتري لي شنطة جديدة؟ شوف يابا، شوف يابا كم مرة صارت المزعة. شوف يابا، حتى يابا الكتب صار اسقط منها، صرت اسرح يابا لما رحت على المدرسة. بشيلك يابا، بس انت يا حبيبي شايف الوضع؟ والله يابا الظروف الحياة صعبة شوية والأشغال رايقة. والله يابا نفسي أشيلك أنا، كل شو بدك، شو كل شو بدك إياه يابا نفسي أشيلك. بس والله يابا زي ما بيحكوها، العين بصيرة واليد قصير، ظروف الحياة صعبة والحياة غالية. حملنا شوي يابا، بعينك الله يا حبيبي، خلي أمك تخيط لك إياها وتظبط لك إياها يا حبيبي. إن شاء الله يابا إنه بقرب وقت أشيلك واحد، بس تسلك هالوضع شوي. هي وقت شو وضع ضلنا أخيط فيها؟ صارت 100 مرة مخيطة، مفيش مجال يابا ترجع تتحير. ليه مش انك بتدبر لك اياها؟ ان شاء الله يابا جيب لي واحدة جديدة، ان شاء الله يابا، ان شاء الله. ان شاء الله قربنا نروض، واقرب بقى ممكن اشيلك واحدة. روح يابا يا حبيبي اتغدى، ارتاح، وعين خير. حاضر يابا، ماشي. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله. والله يبدا قلبك، بس لو سمحت بس بدي اسالك عن اسعار الشنط. عينك الله. تفضل يا عمي. والله يلا خير لك، اولادك عندي ولد يصير شنطه ان شاء الله اليوم. حياك الله. ليش تقريبا اسعار الشنط هذول؟ عندك هذه ب 60 شيكه. 60 وعندك هذا النوع ب 50 شيكه. نعم. وعندك هذا النوع ب 40 شيكه. 40. والله انا خليت شغل نظيف. نظيف يعني وعلى مسؤوليتي يعني. طيب. ومكفول يعني. انا يا عمي يعني عشان شيء بدي اروح لك اليوم، الله بعطي شغل ونغير الاضواء شوي. سيدي حياك الله. اشتغلنا ان شاء الله، كيف بخلص شغلي دجاج شو واحد. حياك الله يا سيدي. ولا سيرنا شوي. حياك الله. حياك الله. خلص ان شاء الله اليوم المحل محلك. شو بدك؟ حياك الله. انا حطيت الكروز على صوت. ولا يهمك. حياك الله. حياك الله. سلام عليكم. ولا يهمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية يا عمي. الله يعافي قلبك. كيف حالك يا عمي؟ الله يخليك. الله ينور عليك ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. يا رب الله يخليك. والله بدي اسألك يا عمي. تفضل. بلاقي عندك شغل لو بدي اشتغل. والله الشغل رايق وتعبان. الله يبعد لك. يا عمي انا مساعدة شرايش يعني، مساعدة فنس، انظف سيارات، امسح سيارات، مش مشكلة اي شغلة بشتغلها. والله رايقة للأمانة. حلو. اليوم الوحيد اللي بنشتغله يوم هالجمعة. خميس وجمعة منطقطق وباقي الأيام عادي. رايقة رايقة. الله يكون بعوني. ماشي يا عم. السلام عليكم. الله يا رب يرزقك ويرزقك. يخلف عليك يا عم. بين الله. خاطركم يا عم. شو عمك؟ ما خلناش ولا شغلة تعتب علي. شغل ما فيش. كل بقول لك مش الشغل. لا في اشغال ولا في اعمال. شنو نعمل؟ يا رب. يا رب ما لي غيرك يا رب. انت اعلم بحالي غني عن سؤالي. يا رب انت بتعلم بحالي غني عن سؤالي. من قال يا رب ما خاب ولا سكرة بوجه العباد. يا رب فوضت امري اليك. يا رب انت حسبي. انت نعم الوكيل. ومن توكل على الله فهو حسبه. أجيب شنطة لها الولد. والله أقطع قلبي هو بيحكي معي عشان يتكلم. الله كريم. ربنا ما ننساش حدا من خلقه. هو اللي خلقنا ما نسيناش من الموت إنسان من الرزقة. أمنت بالله. يا رب. يا رب أنت أعلم بحالي يعني عن سؤالي. فوضت أمري إليك يا رب. يا رب أنت أعلم بالحال. من قال يا رب ما خاب ولا سكرت من جلاله. يا رب. يا حاج يا حاج لو سمحت تعال دقيقة. تعال تعال. شو قلنا الحاج؟ شغلناك شو قلنا؟
بقولش عنه والله ما تاخذني اليوم والله شوي كيس مريض الشغل يعني. ان شاء الله بكره بجي بحكي. حياك الله. يا عمي لا اصلا انا بدور عليك دواره اصلا. خير يا عمي؟ لانه انا سويت حساباتي في المحل وفي عندي 10 شنطات بدي اطلعهم لله تعالى، وبدي واحد امين ومحترم زيك يعني بطريقته هو يدبرهم او توزعهم بطريقتك انت تدبرهم. الله يكتر رمسالك يا عمي، بارك الله فيك يا عمي، الله يجزيك الخير يا عمي، احمدك يا رب واشكر فضله، سبحانك في علاك، سبحانك مقسم الارزاق ما بتنسى حدا يا رب، سبحانك من قال يا رب ما خاب ولا سكرت بوجه الابواب، سبحانك يا رب، من توكل عليك لا تخيب امله، من توكل عليك ما بتضيعه، احمدك يا رب واشكر فضلك يا رب، احمدك يا رب، بارك الله فيك يا عمي. لا يا عمي حياك الله، الدنيا بخير. يا عمي حياك الله، الله يجزيك الخير. شو بنقص عليك برضه واحنا محل محلك. الله يكثر من سالك يا عمي. حياك الله ولا يهمك ولا يهمك. حياك الله. الله يكثر من سالك. حياك الله. حياك الله ولا يهم عيونك. حياك الله يا اخي. ما أجمل أن ننفق مالا لمعونة أهل الإسلام، فنعين مريضا في سقم تغزوه جيوش الآلام.